إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة إن شاء الله. وكما هي العادة وكما عودناكم إن شاء الله غتكون يعني كلمة خفيفة، حلقة خفيفة في دقائق معدودة، ولكن بإذن الله غتكون معلومات اللي كما العادة وكما عودناكم أن القليل ديال الإخوة اللي تينتبهوا لها وتتغافلوا عليها. صراحة هي بالنسبة للحشرات تتآذي وتتأثر على الدجاج، تتأثر عليه بشكل سلبي. خلينا ما نتكلموش دابا على البرغوت أو لا على الحشرة ديال الفاش، حشرة القميلة، القميلة كي تنسميوها، فلا الحديث ديالنا ماشي هو هذا. فالكلام ديالنا إن شاء الله اليوم غيكون على حشرة الناموس كي تنسميوها حنا، أما هي حشرة البعوض ولا الشنيولة، هذا كلهم أسماء تنسميو بها الحشرة ديال البعوض. فهاد الحشرة هذه رغم أنها صغيرة وربما ما ينتبهوش لها الاخوه، راه حشره عابره اغلبيه تكون في هذا الوقت هذه في الصيف التي تتكثر فيها، صراحه تولي كثيره وتنتشر فيها بشكل كبير. فهذه الحشره هذه تتسبب واحد المشاكل كبيره للدجاج، وتتكون سبب في نقل العدوى من دجاج لاخر. تقدر تجي مثلا الامراض، ماشي بالضروره ان مثلا تجيب لنا مرض من الدجاجه تحطه في دجاجه اخرى، لا، راه ممكن تهز مرض غير من شي مجرى مثلا ديال الماء، شي بلاصه اللي تكون مسخه من مكب النفايات عزكم الله، تجيبهم وتحطهم فوق الدجاج مثلا، تنزل لهم على داك العرف ديالهم ولا على الدلايات ديالهم، ومن بعد غيتصابوا بامراض اللي هي كثيره وامراض خبيثه صراحه. ومن بين هاد الامراض اللي ممكن تاثر وممكن تنشرهم مثل الجداري. فاحتاطوا اخواني الكرام، خصوصا في هذا الوقت هذا من السنه، فهاد الحشره هذه تتكثر وتيكثروا معها الامراض بطبيعه الحال. فما غاديش نقول لكم انا الحل، فكل واحد عنده الحل ديالو كيفاش يحارب هذه الحشره اللي هي بسيطه. وخاطرش مثلا الدواء غتجي هي، لحقاش حشره طائره ماشي بحال البرغوت او لا حشره الفاش القميله اللي غادي تطيح في الارض وتموت، لا ولا ترش على الدجاج مثلا وتموت. فهاد الحشره هذه راه تطير، يعني راه ممكن تنزل على الدجاجه في واحد الثواني معدودات، تقرصها تنقل لها العدوى وتمشي في حالها، ولا تهز منها العدوى وتجيبها لدجاجه اخرى وتمشي في حالها. فهذا هو المرض ولا اهم شيء، اهم مصدر للامراض اللي تنشر من الحشره هذه، خصوصا في هذه الفتره هذه من السنه. فمن الافضل اخواني الكرام ان كل واحد يحاول يعالجها ولا يحاربها كيف ما حب وكيف ما هو معلوم. انا تنشوف بان من الافضل انك تكون واحد النباتات هي طارده لهذه الحشره هذه، كما تنستعمل مثلا حنا في البيوت ديالنا، تنديروا واحد النبات مثلا الريحان ولا الحبق كي تسميوه، الحبق تنديروا تيطرد هذه الحشره هذه. ايضا من بين الحشرات ولا النباتات اللي تتكون طارده لهذه الحشره، النوع ديال الحشرات هي النعناع. النعناع طارد، انا بحثت عليه سبحان الله العظيم، انا لقيت انه طارد للحشرات، طارد حتى الجرذان، الفيران، الجرذان الى اخره، فالقوارض بصفه عامه النعناع. ولكن اللي متعارف علينا ان تنحاربوا به حشره ديال الناموس ولا الحشره ديال البعوض هو الحبق او الريحان، نسميه الريحان. فنزرعوا واحد النباتات خفاف، يكونوا في واحد البليصه، سواء في خم ديال الدجاج، يكونوا في واحد المنطقه اللي هي عاليه على الدجاج باش ما يوصلهاش، لاقاش الا وصل لها الدجاج غياكلها، هو ما عارفش. والنبته زوينه وريحتها زوينه، فغير مجرد ما يقيسها يذوقها غادي صافي يكملها ما يخليهاش. فمن الافضل نزرعوا واحد شويه ديال هذا الحبق هذا، نزرعوه في المنطقه اللي فيها الدجاج، في المسكن ديالو تكون عاليه عليه، وغتكون طارده لحد الحشره ان شاء الله تعالى. بالاضافه اخواني الكرام، ومن المسببات اللي تسبب هذه الحشره هذه، من المسببات اللي تكون فين تنتشر وتتكون هذه الحشره بكثره، هي الاماكن اللي فيها الرطوبه، يعني المساكن ديال الدجاج خصوصا اللي ما تتنظفش. فهذاك الفضلات ديالهم بالاضافه للرطوبه وبالاضافه للاماكن اللي فيها الماء، فهي اللي تتنشر هذه الحشره هذه. فمن الافضل ما تكونش الرطوبه بصفه عامه، بصفه نهائيه ما تكونش في المسكن ديال الدجاج. فالمسكن ديال الدجاج من الافضل انه يكون جاف، ما فيهش الماء وما يكونش فيه الرطوبه.
هذوك الفضلات تحاول تنقيهم يوميا باستمرار او على الاقل كل يومين تنظفوه، ما تخليوش هذاك الماء ولا ديك الرطوبه، لاقاش هي المسبب الرئيسي لانتشار هذه الحشره هذه. فالمهم هذه الحلقه ديالنا ديالو حاولنا غير نختصروها لكم ونعرفكم هذه الخطوره ديال الحشره هذه ورغم صغرها ورغم علاش لان تطير كما قلت لكم ماشي غير تنزل في الارض ولا غير تبقى معروفه غترش فواحد البيصه اللي هي مخبيه فيها، لا تطير، هي تقدر تهز منها تمشي جهه اخرى الى اخره. فاذا قدرنا نحاربوا هذه الحشره هذه باي وجه كان فمن الافضل. بالنسبه لواحد السؤال كنت طرحته في المنتدى ديال القناه، تكلمت على سولت على المساله ديال البيض، علاش البيض تيخرج فيه واحد البقعه ديال الدم، فهناك اجابه انا ما غاديش نجاوب عليه دابا. مازال ان شاء الله نزيدو نستافدو مع بعضياتنا، والاخوه تبارك الله راه ما بخلوش بالاجابات، ونقدروا نقولوا ان الاجابات تقريبا كلها اجابات صحيحه. كاين اللي قال بان هناك ضيق في المخرج ديال الدجاج مثلا هو اللي تيخلي الدجاجه تخرج ديك البيضه فيها الدم، كاين اللي تيقول بان البيضه تكون كبيره تتسبب في جروح في الدجاجه، كاين اللي قال كاين هناك التهابات في المبيض ديال الدجاج. مهم اجابات كثيره ما شاء الله الاخوه راه على بال والحمد لله تعلموا الله يبارك. الاجابه غنخليوها في واحد الحلقه اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى ونتكلموا عليها بالتفصيل باذن الله تعالى. ومساله علميه لاقاش مساله بسيطه، فراه ممكن تكون التهابات، واذا كان التهابات اذا راه كاينه امراض في المبيض ديال الدجاج، اذا كانت من كبر حجم ديال البيضه فراه شيء اخر. المهم غادي نجاوب ان شاء الله على هذا الشيء بالتفصيل. والحلقه ديالنا ديال اليوم هي اللي ذكرنا لكم دابا انكم الى قدرتوا تحاربوا هذه الحشره ديال البعوض، حشره الناموس ولا شنو ولا كي تنسميوها، سمحوا لي راه يدي عيات، ولا الحشره هذه اللي قدرنا نحاربوها فيكون افضل، لان يعني الحشره هذه اخواني راه مسبب الكثير من الامراض، بالاضافه ان راه الحشره ديال الفاش البرغوت ولا القميله، القميله كاين تيقول القميله كاين تيقول القميله ولا كاين تيقول الهمشه، فبالاضافه لهذ الحشرات هذه راه هي ايضا خطيره، ولكن هذا البعوض لا يقل خطوره بل هو اخطر من هذه الحشرات هذه كما قلت لكم لانه تيطير. فاذا قدرنا نحاربهم باي شكل كيف ماذا اللي تعرفنا عليه باش نحاربوا الحشره فممكن. هذا شيء اخر من استعمال المبيد الحشري، هذا اللي تتباع في المحلات التجاريه الرشاش، فما كاينش نستعملوه، راه هو راه فيه لنقاتل الحشرات، ولكن ما غادي نستافد والو مع هاد البعوض هذا. واحد الصديق على ذكر هاد ديت في المحل التجارية، واحد الصديق كنت بعث ليه واحد الفروج ديك بعثو ليه داه، كانت فيه شويه ديال البرغوت نضواش هذاك الرشاش ويرش عليه. اتصل بيا قال لي يا ودي راني تخلعت، رشيتو عليه هو يغيب ليه ساعتين تقريبا، ساعتين هو مغيب فقد الوعي ديالو هذاك الفروج، المرض انا ما رش عليه. وفعلا هذاك المبيد الحشري راه تيفقد الوعي الحيوانات. انا كنت جربتها في كتاكيت صغيره كانت عندي، رشيتو عليهم نيت كتجربه وفعلا فقدوا الوعي، حتى قلت راه صافي ماتوا، ولكن الحمد لله من بعد واحد الفتره قصيره رجع الوعي ديالهم وحياهم من بعد. هاد الاخ هذا رش المبيد الحشري على هاد المبيد هذا اللي تنتكلم عليه، هذا اللي تتباع في المحلات التجاريه، رشوا على الديك ديالو ويفقد الوعي ساعتين قال لي هو مغيب، قلت صافي مات، ولكن الحمد لله هذا ولا بخير وعلى خير ومابقاش فيه ديك الحشرات. ومن هذا المنبر تشكر الاخ محمد من الولجة الله يعطيه الصحة، انسان خلوق ما شاء الله. المهم اخواني الكرام هذه الحلقة ديالنا ديال اليوم، حاولنا غير نقول لكم هذا ندردشوا معكم بهذا الموضوع هذا نحضركم منه، وتبارك الله عليكم وما تنساوناش من الدعاء ديالكم، الله يجزاكم بخير، وما كان لله دام واتصل ومكان لغيره انقطع وانفصل، ودمتم في رعاية الله وحفظه وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.